واحد من الشباب المميزين اللي ليه دور كبير جدا في الجسد ولكن من خلف الكواليس. عشان كده النهاردة احنا هنشوفه معانا في الصورة وهيكلمنا عن كيف أميز مشيئة الرب في حياتي. تفضل يا رائف. معانا ومعاكم رائف نبيل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيربح الملكوت. قعدت أفكر كتير وصلي كتير إيه اللي الرب عايزني أتكلم فيه، ما لقيتش غير أشارك معاكم حياتي أو تحدياتي معاكم لايف. بتقع في أمور كتير في حياتي وفي كل قرارات كبيرة وصغيرة، بحتاج أعرف الرب عايز مني إيه. طب يا ترى يا رب أنت عايز مني دوت ولا ده؟ طب سمعني صوتك. فحبيت أشارك معاكم إزاي أكون بسمع صوت الله في حياتي، أو إزاي أعرف إن ده طريق الله. حابب أبتدي معاكم بالآية غريبة إنه عمو مجدي قالها في أول اجتماعنا: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتغيير أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. وهنا بفكر إيه الدافع اللي يخليني أسعى إني أتغير علشان أغير ذهني. لو أنا مش جوايا دوافع تخليني دوت، هعتبرها آية أو كلام اجتماعات أو رجل الله يقعد يقول لي اتغير وأنا ما اتغيرش. ففكرت في إيه الدوافع. فعلا لو جوايا شهوة إن أعرف وإني أستقبل مشيئة الله في كل موقف في حياتي، لو أنا عايز فعلا أعرف دوت، لازم أكون بتغير في طريقة تفكيري، بتغير في استقبالي، بتغير في نظرتي للأمور. تاني حاجة، لو جوايا يقين وثقة إن في الله إنه سبب لحياتي، هشتهي فعلا إن أنا أتغير. تالت حاجة، لو جوايا شهوة حقيقية لمعرفة الحق، لو أنا فعلا مش كلام اجتماعات أو زي ما بسمع، لو أنا جوايا حاجة حقيقية إن أنا أعرف الحق، هشتهي إن أنا أتغير. لأن مكتوب في يوحنا 8 عدد 32: تعرفون الحق والحق يحرركم. فلو انا عرفت الحق، الحق هيغيرني، فلازم يبقى عندي جوع ان انا اعرف الحق. لازم صلاتي دايما اكون بطلب ان اكون بستقبل اعلان، مش مجرد معرفه في الذهن، لكن ازاي اكون باخد باعلان روحي. الكلام كتير والدكتور ويليام بيتكلم كتير او ممكن استقبل كتير، لكن لو انا خدته في معرفه ذهنيه مش هستقبل ده ومش هتغير، هاخده كمعرفة في دماغي بس، لكن اللي أنا بصلي فيه إن أنا أستقبله في الروح. في أفسس 1:17-18: يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنير عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. علشان اوصل لمرحله تجديد ذهني ديت، لازم اخد قرار ان قلبي وعقلي وحواسي، عينيا وداني، وادربهم انه يستقبلوا من الرب. وده اللي هشارك معاكم فيه في الدقائق اللي جايه دي. اول حاجه حابب اتكلم فيها قلبي، ازاي ادرب قلبي. مكتوب في متى 5:8: طوبى للقلب لانهم يعاينون الله. وهنا خلى جوايا سؤال او طرح سؤال امتحن بيه نفسي: هل احلامي بتدور حول نفسي ولا بتدور حول ازاي اتغير لتلك الصوره عينها؟ طيب ازاي اتحرك حسب غرض ومشيئه الله في كل موقف؟ وجي قدامي مثل دانيال كان مزبي، كان يعني اقدر اقول في تحديات كتير وظروفه مش حلوه، مش في احسن وظيفه، مش في بلده، كان متبهدل. لكن دانيال كان عنده، بيقول الكتاب، حاله قلبيه. قلبه لما جه
في مائدة الملك ما قالش انه شاف الرب، ما قالش انه الرب بيقول، لكن قال الرب وضع في قلبي، في دانيال 1:8: اما دانيال فجعل في قلبه ان لا يتنجس بأطيب الملك ولا بخمر مشروب. حاجة في قلبه هي اللي بتحركه، مش تعليم، مش خايف من الرب، مش خوف، لكن جعل في قلبي يعني حاجة من أنا اللي بقررها. طب حاجة جوه قلبي أنا اللي بقرر، أنا اللي بصمم إني ما اختلطش بالعالم، ما اختلطش بالشر. طبعا الرب يعني في الظروف ديت كان ممكن دانيال يطلع من القصر، كان ممكن يتقتل، كان ممكن ازاي انت مش عايز تاكل من مائدة الملك. لكن اللي بيحط الرب في قلبه اولا، الرب بيغير الظروف. فكانت النتيجة ان الله حط عطف في رئيس الخدام، فخلى دانيال يعني ما ياخدش عقاب او حاجة. الله جعل دانيال يحظى بعطف رئيس الخدام، عدد 9 من نفس الاصحاح من دانيال 1. وده بيديني ثقه ان الرب بيحول الظروف لخير، لخيري وخير اولاده، بس طبعا مش لاي حد، لكن اللي بيسلكه حسب مشيئته. لو انا بدور اسلك حسب مشيئه الله، حتى لو باخد قرار القانون او صعب زي ما عمل دانيال، الله بيغير دوت. وموجود في امثال 21 وعدد 1: قلوب الملوك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله. ان قلوب الملوك والسلاطين والرؤساء في شغله في ايد الرب هو اللي يقدر يحرك دوت. فما خافش من العقاب لو اتجاه قلبي عايز اعمل الرب. في نقطة مهمة قالها الرسول جون باني في المؤتمر في رود اللي فات عن شعب الله اللي كان بيقودهم قلبهم او حالة قلبهم. الرب كان حضوره واضح جدا معاهم، يعني ما نقدرش نقول الرب كلمهم طب انت سمع صوت الرب صح او سمع صوت الرب غلط، لكن الرب كان حضوره واضح جدا، كان سحاب بالنهار وعمود نار بالليل. لكن عدم معرفتهم وادراكهم لغرض الله ووعدهم خلاهم يموتوا في البرية. فاللي موتهم في البرية مش الله، لكن حالة قلبهم. الله كان موجود وبيرشدهم، بس ما بيرشد مش الله، الله اللي المفروض مشيئته، لكن الله اللي على حسب قلبهم، على حسب مزاجهم. وده وضح لي حاجة تانية، ان مش كل ما يحدث في حياتي من مشيئة الله، لكن كل الأشياء تحت سلطان الله. يعني الله ما كانتش مشيئته انهم يموتوا في البرية ويقتل شعب، لكن كان تحت سلطان، هو كان شايف وعارف ان هو بيقودهم لدوت، يعني هم بيقودوا نفسهم لده. لكن حتى لو دي مش مشيئته، الله ما بيعملش حاجه لو علشان هو مديني اراده. دي اول حاجه عايز اكون بغيرها علشان تحول قلبي. تاني حاجه عقلي، تفكيري. في مزمور 25 وعدد 12 و13: من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره، نفسه في الخير تبيت ونسله يرث الأرض. مخافة الرب هنا معناها إيه؟ إني أعرف الله كما هو قدوس، قدير، بار، طاهر، كلية القدرة، كلية الحكمة، كلية المعرفة. لو أنا حطيت الله في الحتة ديت دايما في دماغي، هتخليني أشوف نفسي على حقيقتها. ازاي انا خاطي وضعيف وفقير ومسكين؟ ده يخليني ما احاولش اساعد ربنا لما بتحط في موقف، يا رب انت مش شايف الموقف او انت مش حاسس بيا. لازم اعرف انا مين والله مين. ولو الصورة دي وضحت في دماغي، ما احاولش اتفزلج واحاول ادي حل للرب، هقدر اتضع وانبطح عند قدمي الرب وقدمي الرسل واستقبل ايه اللي الرب عايزه مني. لكن طول ما انا فاهم نفسي ان انا فاهم، مش هخضع او هقعد اجادل ربنا، هجادل رجل الله، يعني هجادل. لكن لو انا اعلن ليا انا مين والله مين، هنا هتضع واستقبل، وهنا هعرف مشيئة الله على حياتي، ده اللي انا عايز اوصله.
ثالث حاجه عايز اكون بدرب فيها نفسي حواسي. اول حاجه من الحواس عيني. في وسط الظروف الصعبه والتحديات والمشاكل اللي بتواجهني بيبقى قدامي حل، هل اشوف العين والمشكله اللي قدامي بس ولا ابص بالايمان، وده بيبقى صعب. في ملوك الثانية 6 بيتكلم عن إليشع وقصة إنه هجموا عليه والخادم جحزي معاه، فجحزي انزعج جدا، فبكر خادم رجل الله وقام وخرج وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات، فقال غلامه غلام إليشع يعني: آه يا سيد كيف نعمل؟ فقال إليشع عليه يعني: لا تخف لأن الذي معنا أكثر من الذي معنا. وصلى إليشع وقال: افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب فعلا عين الغلام وإذا بالجبل مليان خيل ومركبات نار حول إليشع. لازم أتدرب، أنا عارف إن ده صعب وأنا بقع في ده كتير، إن ببص على الجيش والجبل والدنيا اللي قدامي، لكن صلاتي دايما إن يا رب افتح عيني أشوف الإيمان، أشوف أنت عايز تقول إيه. الرسول جون باني قال حاجة إن لازم أصلي دايما بأن عيني تتفتح علشان أشوف الغير مرئي وأدرك الأمور الغير عادية علشان أقدر أميز المرحلة اللي أنا فيها وتوقيتات الرب. لو أنا عيني مش مفتوحة مش هميز توقيتات الرب دلوقتي المفروض أعمل إيه، أمشي أقعد أعمل. شايف الجبل، انا شايف التحدي وانا قدامي تحدي كبير رائف يعني دلوقتي، لكن لو انا اتزنقت في حته الجبل قد ايه كبير ما صليتش عينيا تتفتح يا رب في ايه ورا الجبل ده او انت فين، هقع في المشكله دي. خلي صلاتي دايما مع داود في مزمور 119 عدد 18: اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعتك. الله لو كشف عينيا، خلى عينيا تبصر مش تشوف الواقع لكن تبصر، هقدر اشوف عجائب من شريعه الله. ودي صلاتي الوقت دوت وعلى طول. رابع حاجه عايز اكون بدربها وداني. في قصه في ملوك الثانيه 2 عدد ملوك في صمويل الثانيه 5 من 17 ل 25 عن داوود. داود رجل حرب وعادي جدا ان هو بيحارب والجيوش بتخش عليه ويقطع ويقتل وكل حاجه، لكن داود كان منمي عاده عنده انه يسال الله على طول، وده اللي حصل في القصه دي او في الحادثه دي. يعني الفلسطينيين هجموا على الارض فداود سال الله: يا رب اصعد واضربهم وابدهم وهتبقى معايا؟ فالرب قال له: اصعد وانا هحطهم في يدك هتقدر وده اللي داود متدرب عليه. راح داود يسأل ربه صعد فعلا وقال له: هدفعهم ليدك. ولو انا بعمل كده في موقف يعني بشكر ربنا، لكن اللي داود عمله بعد كده هو اللي انا بشتهيه من قلبي. الفلسطينيين جم تاني نفس المكان ونفس الحتة ونفس تشابه الدنيا يعني. لو انا اتحطيت في الموقف دوت انا اوريدي سالت الرب: طب يا رب انت معايا اصلا وهم تاني نفس الفلسطينيين ونفس الارض ونفس كل حاجه، يلا يا جماعه يلا هنحارب. لكن داود عمل حاجه غريبه، سال الرب تاني تمام وما سالش وخلى نفسه يجاوب، علشان حتى انا ممكن اسال الرب واحس ان جاوب عليا الرب: روح وهمتلكهم وهضعهم في يدك. لكن لو انا ودني مش متدربه صح اسمع صوت الرب كان زمان داود اتهزم او مات، او لان الرب في المره الثانيه كان عنده استراتيجيه مختلفه خالص وقال له: ما تطلعش لكن اقعد، لكن هتسمع صوت خطواتي في رؤوس الاشجار واعرف ان الرب خارج امامك وانا اللي هضرب الفلسطينيين. وهنا بيقول ان انا دايما لازم اسمع صوت الرب حقيقي،
علشان الله خطته وغرضه واستراتيجيته في الحرب بتتغير، حتى لو نفس الشبه نفس الشكل نفس الملابسات، لكن الله خطته بتتغير. ما حاولش زي ما قلت اشغل دماغي، لكن احط الله في مكانه وانا في مكاني، فهعرف استقبل الاستراتيجيه الجديده فانتصر. فهنا كان استراتيجيه الرب مختلفه. ايه اللي انا عايز اقول؟ الرب طرقه متغيره، لازم دايما انا اكون بسمع الرب صوته حقيقي في حياتي، مش اللي جوايا، مش الموقف، مش حاجه تقودني. الرسول جون باني قال حاجه مهمه قوي، ان المعجزه مش في الكلمه المعلنه من رجل الله، لكن المعجزه في ودني اللي هتسمع الاعلان. يعني رجل الله ممكن يقول لي خطوط وحركات وحاجه عظيمه في حياتي، لكن انا ما يحصلليش دوت بسبب ودني اني ما استقبلتش دوت. فالمعجزه مش بتحصل ان رجل الله بيتكلم، وطبعا يعني هو بيستخدم رجل الله، لكن انا بستقبل المعجزه لما بسمع طاعه الاذن لسماع الاعلان الروحي للكلمه اللي قالها رجل الله، هنا بتحصل المعجزه. برضه يحط عليا المسؤوليه، ودني دايما ادربها. عندي اختبار شخصي في حياتي اكتست بيه، يعني اقدر اشهد عنه في اللي فات، في مواقف كانت حازمه في حياتي، حاسمه في حياتي. في مواقف كتير، لكن انا حابب اشارك معاكم موقفين. ان انا قررت ان اخد رؤيه الجسد وتبقى دي رؤيتي، مش مجرد عمل انا بعمله او وظيفه او، لكن انا استقبلت من الرب رؤيه للميديا وشكل الكيان في الجسد بتاعنا. وده اللي مخليني مكمل لحد دلوقتي، رغم في تحديات، فلوس ايه، الدنيا ايه، انا بكبر انا بصغر، لكن ان قدرت اسمع الله بصوره واضحه ان ده مكاني ودي رؤيتي، قدرت احافظ على مكاني رغم التحديات والدنيا اللي ممكن تهاجمني طول الفتره اللي فاتت. الحاجه الثانيه طريقه ارتباطي بمارينا، كان يعني طبعا تحديات كتير، وكان سهل قوي ان ما كملش لو ما فيش صوت واضح في حياتي مؤكد على لسان رجل الله. يعني انا لما سمعت ازاي مارينا في حياتي، جريت على رجل الله واتكلمت معاه، انا سمعت 1 2 3 وابتدى يصلي معايا فعلا مؤكد، قال ايوه انت سمعت صح، ده صوت ربنا في حياتي. من هنا انا اتمسكت بالكلمه دي ان ده صوت ربنا، واتاكدت عليا. كل الظروف، كل التحديات، كل المشاكل، وقفنا في حته ان خلاص او، لكن انا كان عندي حاجه ماسكها ان الرب قال كلمه، فما كنتش هاممني الوضع اللي انا شايفه دلوقتي زي إليشع والهجوم. صلاتي ان حتى في الموقف، انا اوريدي بكتس موقف صعب دلوقتي، لكن صلاتي وبتمسك بالرب طبعا اللي بيتكلم، ما زال يتكلم، لكن انا اللي محتاج انضج في المرحله اللي جايه علشان اقدر اسمع واشوف عايزني فين الحته اللي جايه. قرار حازم يعني في حياتي، لكن بشهد ان الرب اتكلم ليا قبل كده، وسهل انه يتكلم ليا، لكن انا اللي بحدد الله يتكلم ازاي، انا اللي بحدد المعجزه. الله بيتكلم، رجل الله بيتكلم، لكن استقبالي وودني وعينيا وقلبي هما اللي بيحددوا سعة استقبالي للمعجزة. أمين. ده اللي حبيت أنا أشاركه معاك. متطلبات الزمن ده حقيقي. أنا فخور بيك يا أستاذ باشمهندس صوت رائف. كلام عملي، كلام مش بس عاوز شكرانية من حد ولا بتدور على نفسك، كلام اختباري. ولما انا بقول عن رائف، انا بقول على كل الذين شاركوا لغايه دلوقتي، حقيقي مفاجاه نشكر فيها الصلاه والمجهود
رفعت